فولا نوفل مساء الخير. فولا قبل ما نبدا مع حضرتك خليني اقرا بيان صدر من المجلس النيابي، اكدت قياده شرطه المجلس النيابي في عين التينه في بيان التزامها بالانظمه والقوانين المرعيه الاجراء وعلى حق المواطنين بالتظاهر السلمي والتعبير عن الراي، وهي ومنذ بدايه الحراك الاخير تتعاطى باعلى درجات الانضباط والايجابيه مع كل التحركات التي حصلت في محيط عملها. وافادت في البيان بانه بتاريخ الامس يعني 11/12/2019 وبعد منتصف الليل قامت مجموعات من المتظاهرين برمي النفايات والزجاجات الفارغة على عناصر الشرطة المولجين بحماية المقر، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح استدعت نقله إلى المستشفى، وعلى الأثر حصل تضارب بين المتجمهرين وعناصر الشرطة. انتهى البيان. هلا ما فينا نقول هذا اللي صار. أنا كنت على أرض، أول شيء كنت عند الوزير السابق صفدي محافظ الألقاب، كنا تحت بيته وأنا كنت عم بغطي عم صور كل شيء عم شوف إذا في شيء بنقدر ناخد صورة فيديو حدا عم بيحكي. حكيت مع كذا حدا من المتظاهرين وقلت لهم أنتوا شو حتعملوا اليوم، شو المسيرة اللي عم تهدفوا لها، شو المسج الرسالة اللي عم جربوا توصلوها. هلأ هن كلهم قالوا أنه عم يوصلوا رسالة أنه هن الوزراء الأشغار اللي كانوا ما قدروا بمحل معين يشتغلوا صح ليتفادوا الفيضانات والزبالة اللي عم تمرق والمجرير. سو كانت رسالتهم يمرقوا بتحت بيت كل وزير أشغال سابق، كبوا نفايات، يهتفوا خمس دقايق ويجوا يحملوا حالهم ويفلوا. عملوا هيك عن بيت الصفدي، كبوا زبالة، هتفوا، اجوا المكافحة، قالوا لهم بيس بعده، صار شوية اشتباك احتكاك يعني ماشي مهم، حملوا حالهم طلعوا بالسيارة انتقلوا عبيت تاني وزير السابق غازي العريدة. وصلت عملوا نفس الشيء بس وصلتوا على عين التينة شو صار؟ أول شيء خلصوا عند الوزير السابق غازي العريدة، طلعوا بالسيارة يلا بدنا نروح عن آخر وزير، هيك كانوا عم بيقولوا وعم بيلفوا لأنه هو بيته بفردة عم بيطلع يتلبسي، عم بيلفوا ليروحوا على آخر بيت، وكانوا السيارات عم بيمشوا ورا بعض، ما في حدا على إجري، ما في حدا عم بيهتف، ما في حدا عم بيعمل ولا أي شيء. زمامير زمامير ذاتس إت، حتى ميوزك بس ما كنا عم نسمع سيارات في ميوزك عالية ميوزك ثورة. فجأة بلاقي 30 شخص راكد من تحت من عين التينة عم بيركضوا لفوق وعم ببلشوا يكسروا سيارات شمال يمين، يعني في سيارات كانوا سيرفيس قاطع تاكسي عم بيكسروه، في سيارات مصفوفة عم بيكسروه، وأنا في سيارة قدامي وراي وعشمالي ويميني، يعني إذا بدي أهرب مستحيل أقدر أهرب بولا طريقة. سو ناطرة شو بدي أعمل، واقفة وعم جرب صور بس إذا صار ما صار، بس مش إنه عم بشور بطريقة استفزازية، حتى التليفون هيك واقفة حتى من تحت. كيف بصير التصوير بطريقة استفزازية؟ إنه إذا واحد عم بيحط الكاميرا بوجهه وعم صورك عم صورك، حطيت أنا بطريقة وراه وجربت ما كتير أعملها obvious أحسن ما يصير فيه إنه ليه عم بتصوري وقعد أشرح له الموضوع. فجأة بيكسر لي زي سيارتي من ورا، انصدمت أنا ما بعرف شو صار، وقرب لعندي على الشباك، كان الشباك مفتوح. فجأة بلش يمسك العصا وخبطني مرتين على وجهي. مشان هيك عندك مشكلة بشفتك هلا؟ مزبوط دممت. مزبوط مشان هيك كان في دم بالفيديو، كأنه عاملة بوتوكس. بوتوكس عمالي وحدة. بوتوكس عمالي وحدة. فبعدين كان عندي حدا قاعد حدي رفيقي دغري نط حماني وكفه خبيط فيه، أكل كم ضربة قام راح وكفه على سيارة تانية. وقلت له انا اعلاميه انا اعلاميه، هو منه واعي. قلت له شي خمس مرات قبل ما يضربني انا اعلاميه، كانه ما بعرف عم بقول انا ارهابيه او ما بعرف شو كنت عم بقول. يعني ما بعرف شو هي انا اعلاميه، مفروض بالعكس يعني انا قبل كنت انزل غطي على الرينج مثلا او بالانطاري، اول ما يصير في اشتباك قل لهم انا اعلاميه المكافحه يرجعوا شوي خلاص ما يقربوا كثير. مع العلم هي للاثنين، يعني اذا انا اعلاميه انه ما بتاكل قتله معناتها انه اذا مش اعلاميه بتاكل لا بس يعني لا نحن لا لا انا مواطن اكيد لا مرفوض للاثنين، بس الصحافه مفترض تكون محميه، والا لكن كل مشكل بين بين بين, بين حرب بين جهتين، الاعلامي كمان بيتصفى انه انت كصحافه عندك بتساوى مع المواطن تحت سقف المواطنه. طبعا بس نحن هلا نحن عم نغطي مثلا برياض سرعه بغير محل، دائما القوى الامنيه بياخذوا بعين الاعتبار نحن صحفيين صحفيين من زياء، احيانا ما بتستوعبوا احيانا بيستوعبوا بس عندك حمايه مظبوط، مثلا بيكونوا عم ناس مسكرين الطريق بدهم يتفشون بيعرفوا نحن اعلاميه ما بيتفشونا. فانت صحفيه انا اعلاميه كف علي. بعدين صفيت سيارة على جنب على الرصيف ونزلت من السيارة دايخة عم ينزل مني الدم ماني عارفة شو عم بيصير، قعدت على الرصيف. اجى حدا اجى دركة ما خصو باللي كانوا، اجى قال لي شو بدك، بدك صليب احمر؟ قلت له بليز. اجى وقف معي شوي، بعدين حدا من الحرس رجع ركض علي حامل العصا، قال لي ما قلت لك فلي من هون، ورفع العصا بوجهي بده يرجع يضربني. الدركة قال له بليز خلاص عم ينزل منها دم واطلب لنا الصليب الاحمر. طلعنا على الصليب الاحمر، خبطوا بالصليب الاحمر ودافشوا مع الصليب الاحمر انه بليز فلوا من هون.
يعني ليلة خبيط كانت. كانت ليلة خبيط وأكثر من خبيط. أنا انصدمت يعني، بتعرف إنه نحن عم نغطي دائما على الأرض وعم نشوف كل شيء عم بيصير، نعرف أول بيصير شو بتستخلصي؟ بعرف يعني أول شيء الحمد لله على السلامة، مرسيه منيح اللي نقضت هيك. بس شو بتستخلصي؟ شو عندك رسالة؟ شو بدك تقولي؟ عندي رسالتين بحب أقولهم. أول شيء إنه حرية التعبير عن الرأي. هلا أنا كإعلامية ما كنت عم بعبر عن رأيي، بس كان في متظاهرين ما كانوا عم بيقللوا أدب وعم بيقولوا رسالتهم بطريقة. ما فينا نحن كل ما حدا بده يحكي كلمة ما نتهجم عليه. وتاني شغلة وهي أهم شغلة، الصحافة لازم يصير في احترام للصحفية. يعني أنا هلأ أن جريدة النهار ساعدتني كتير، وفي كتير من زملائي وناس حتى شو قالت لك نايلة تويني؟ أكيد دعمتني، أكيد حكيتني وقالت لي حيلا شي بدك إياه، وحكوني كل زملائي من الجريدة. ما تعبي قلبك، ما بتوصل محل تسألي مجرب ولا تسألي خبير بهذا الأساس، ما بتوصل محل أسف. بس أنا عندي سؤال، هل رفعت أنت بتعرفي له شكله وعلى الكاميرات بينه، هل أنت بصفتك الشخصية كبولا رفعت دعوة ولا بصدد رفع ولا خلص بتقولي أو جريدة النهار بصدد إيه؟ هلا جريدة النهار كتبوا مثل ارتكل طويل كثير عم بيفصلوا شو عم بيصير. بس اللي حيصير بالضبط انه انا بكره حروح التقي مع محامي، شوف all of my options اقدر افهم الوضع اكثر. صراحه كنت كثير تعبانه اليوم. اذا قال لك المحامي لا تتعبي قلبك من كل عقلك، انت عم تحطي راسك براس شرطه المجلس وما بتوصل الى محل، شو بتقولي له؟ بس المشكله بطلت صارت هيك. يعني لما طلع الفيديو كل العالم عم تحكي انه هذا الشيء منه مقبول. الصبيه كانت بالسياره ما كانت عم تعمل شيء، مبين اعتداء على شخص لابسين مش لابسين مدني. يعني لازم هون يصير في اتليست شيء منه للمحاسبه، شيء منه للمحاسبه. مين رح يصلح لك سيارتي؟ انا مفروض انا. This is not مش عادل. هذا مش طبعا مش هذا مش عادل. وين توصل لمحل ما بتقدر. بولا نوفل لك ولا صحيفه النهار العريقه الف تحيه. شكرا الحمد لله على السلامه. زدتي على الارشيف تبعي. يعني تابعي الصحافي لازم يضلوا رافع صوته وقلمه بيكتب يلي ضميره بيملي عليه. شكرا لحضرتك. وحلو احيانا يتشارك مع المواطن نفس الألم صدقني، بس ناكل قتلك كنا نحن صح. بس شغله حبيت كثير الدعم مثلا على تويتر كمان منكم، مثلا شفت كثير مراسلين من الام تي في من الجديد من البي سي حاطين انه واقفين مع الزميله بولا نوفل، فحلو هيك تشوف التضامن بين المراسلين. صح حلو التضامن بكل أكيد. اطيافه يعني شو ما كان الموضوع. شكرا لك بولا نوفل، تحيه.